بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فيديو اليوم نشرح النماذج. قبل ما نفوت على النماذج بدنا نتذكر إنه الجدول له طريقتين للعرض، واحدة منهم تسمى عرض التصميم، كنا من خلالها نحدد الحقول أنواعها وأسمائها، والطريقة الثانية كانت تستخدم لإدخال البيانات، وهي طريقة عرض البيانات اللي كان شكلها بالضبط زي رقم واحد عندك. عندي جدول هنا مثلا اسمه اوردرز، الحقول بالشكل هذا كنت مجرد اضغط وعبي البيانات زي هيك. راحوا اخترعوا حاجة اسمها النماذج، انه انا بدل ما اعبي بالطريقة هذه وبالشكل هذا اللي ممكن يكون يعني مش مريح للمستخدم، بدنا نعمل للمستخدم حاجة اريح سموها النماذج، فالجدول صار زي رقم 2 اللي قدامك هذا هو نموذج. الكتاب عرف النموذج انه واجهة في الاستخدام التي يتم من خلالها معالجة البيانات، ادخال وتحليل وحذف بشكل سهل في قاعدة البيانات. طيب كيف احنا عمليا بدنا نعمل نموذج؟ انشاء النموذج له اكثر من طريقة. نشوف سؤال هنا، لاحظ انه في نشاط واحد هنا في تصميم النموذج قال لك ايش؟ قال لك قم بفتح قاعدة البيانات، انشئ النماذج، ما حدد الطريقة، فانت ممكن تشتغلها باسهل طريقة لك من اللي هناخدهم. بعدين قم بإدخال بعض البيانات، لأنه في النهاية الغرض من وجود النماذج هو عملية إدخال البيانات وعرض البيانات. مباشرة نروح على Access، تفتح دكتور. زي ما أنت شايف هذه قاعدة البيانات ما فيش فيها غير الجداول، وعشان أذكرك إحنا عاملين كمان إيش؟ عاملين علاقات. طيب أنا إيش كنت؟ كنت لو بدي أسجل مريض أضغط عليه ضغطتين زي هيك، وأجي أضيف مريض جديد مثلا أسميه إيش؟ في أسماء، أسميه مثلا سليم سالم، وهو مثلا من غزة، ورقم الهاتف أي رقم ممكن يجي عندي. طيب هاي طريقة، احنا بدناش نعبي بالطريقة عرض البيانات، بدنا نعبي بالنماذج. خلينا أسكر هذا، طبعا هو حفظ آخر واحد، حروح على النماذج. إنشاء طبعا هي القائمة اللي هروح لها. لاحظ أخذنا من إنشاء في جداول استعلامات، خلينا الفيديو الجاي في عندي نماذج. نماذج في عندك طريقة تنتين المعالج، وهدول بدي اعتبرهم يعني طريقة واحدة تصميم النموذج ونموذج بناء. نيجي للطريقة السهلة جدا، بدي اعمل نموذج للمريض، بحدد الجدول، حدد الجدول، نموذج، خلصنا. طيب الجدول هذا النموذج، النموذج عشان اعرضه بسكر ورقة الخصائص. النموذج هذا فيه له يعني طريقتين للعرض. الطريقة اللي قدامك اللي أنا بشوف من خلالها النموذج اسمها عرض نموذج، وفي عندي تاني طريقة تانية اسمها عرض تخطيط. أنا في عرض النموذج هنا، هذا من تحت عرض نموذج، وفي اللي في الزاوية هذه طريقة عرض التصميم اللي ممكن تتعدل في تصميم النموذج. بدي أرجع من هنا، هاي واحدة عشان عرض النموذج، أو بالزر اليمين في المنطقة الفاضية هنا، هاي عرض، أنا في عرض النموذج بدور على عرض التصميم إذا بدي أعدل عليه. بدي ارجع لعرض النموذج بالزر اليمين، عرض نموذج، في برضه من الصفحة الرئيسية في هنا عندي عرض نموذج وفي عندي عرض تصميم. طيب راح اضاف لجدول كنموذج ملحق يعني الدواء، بديش اياه انا، ممكن اجي بالزر اليمين، بدي اشيله، ما بينفعش اشيله من هنا، ممكن اجي بالزر اليمين واعمل عرض تصميم، وكل هذا الجدول الفرع او النموذج الفرع بديش اياه، بحدد وضغط عليه زي هيك ضغطه يتعلم وديليت راح. تعالوا نشوف كيف صار بالزر اليمين عرض نموذج، صار شكله زي هيك. انا ايش عندي؟ كم سجل عندي؟ كم سجل؟ طبعا عشان اعرف كم سجل تلقائي بدي اروح تحت هنا، عندك السجل الاول من 6. تعال نستعرض، انا عندي اسامه احمد، رقم 2 محمد سمير، خالد، ياسر، فاطمه، خالد، واخر واحد ضفناه. طب بدي اضيف واحد جديد، بضيف مريض جديد، كبسة هنا اجاني واحد جديد، بكتب اسم المريض جميل خالد، بفترض انه هو من رفح ورقم تلفونه بالطريقة هذه. هيك ادخلنا بيانات، عملنا نموذج وادخلنا بيانات. بدي اغير هذه، بدي بهي بيشنت، اكتب عليها بيانات المرض او مريض، باجي بالزر اليمين عرض تصميم، وبضغط عليها ضغطة واحدة تمام، وبحول عربي وبكتب بيانات مريض تمام. تعال نشوف كيف شكله، قلنا يا إما من الصفحة الرئيسية هنا بعمل عرض
عرض بيانات، هيسرق بيانات مريض، او من هنا او بالزر اليمين، 3 طرق. بدي احفظه ولاحظ ايش هيصير هنا بالزر اليمين كده، حفظ، هسميه هنا بيانات او تسجيل، تسجيل مريض، مع انه هيعرض للمرضى بس خليها تجاوز تسجيل المريض. ظهر عندي في النموذج تسجيل المريض. هذا الطريقة الأولى، الطريقة السهلة، إذا ما لزمنيش فيها حاجة. كل جدول عندي موجود هنا بدي أعمل له نموذج. تعال نيجي نعمل بالطريقة نفسها للميديسين، للدواء. قلنا بنحدده إنشاء نموذج، تمام؟ هاي صار بالطريقة هذه. إذا ظهر هذا عندك بديش إياه أنا، النموذج الفرعي، عرض النموذج، عرض التصميم، نقول له الضغط هنا ديليت، واجي ارجع اعمل له عرض نموذج، واجي احفظه بالزر اليمين. حتى عندي عرض نموذج وعرض تصميم من هنا، عندي حفظ بسميه تسجيل دواء. كم دواء موجود في العيادة بتتعامل معاه؟ عندي 5 ممكن اطلع عليهم: اسبرين، تروفين، ديكلوفين، لوكسوكير، مضاد حيوي. ممكن تضيف انت اللي بدك اياه من خلال النماذج بعيدا عن الجداول وعرض البيانات. سكره. هذه الطريقة الأولى. طيب الطريقة الثانية، ان اروح برضو على انشاء واستخدم حاجة اسمها المعالج. المعالج هو عبارة عن برنامج صغير بيسألك مجموعة أسئلة، في النهاية هيطلع لك، في النهاية هيطلع نموذج. أنا عملت للميديسن للبيشن نموذجين، بدي أعمل للبيل والفيزيت بدي أستخدم معالج النماذج، إنشاء معالج النماذج. الواجهة الرئيسية هي معالج النماذج، بحقول لك إنه أنت بدك تعمل نموذج لجدول ولا استعلام. استعلامات ما خدناش لسه. فلو ضغطت على السهم هنا هيظهر لك كل الجداول اللي موجودة في قواعد البيانات والاستعلامات إذا عامل استعلامات. ما عنديش غير جداول، بدي أختار جدول البيل. ديش أعمل للبيشنت، أنا عملته أصلا. هاي الجدول، هاي البيل. طيب هنا أول ما أختار البيل بيظهر لي حقوله. لو اخترت مثلا البيشنت بيظهر لي حقول الجدول البيشنت. هختار جدول البيل. طيب هدول ايش معناتهم؟ هدول الحقول الموجودة في الجدول بدك اياهم كلهم تعرضهم على النموذج او جزء منهم. اذا بدي جزء منهم بختار هذا، اطلع واحدة واحدة، تمام؟ بياخذ منقول من هين لهين. اذا ضغطت على هدول التنتين مع بعض بنقول كل الحقول مرة واحدة. اذا بدك اياهم كلهم اضغط على السهم التالي. طيب هنا طريقة عرض البيانات، بدك تعرف انه في فرق بين التنتين الاولانيات تحديدا. يعني العمودي، إذا اخترت عمودي هو هيعرض لك كل سجل في صفحة لحاله، كل سجل في صفحة لحاله، يعني بالضبط زي الطريقة الأولى اللي عملنا فيها جدول الدواء وجدول المريض. أنا بدي أختار جدول عشان أرجيك الفرق بينهم، لأنه هدول التنتين الدواء والمريض كانوا بشكل عمودي. هذه جدولي اللي هي فواتير، بدي أجي أختار. يعني في الامتحان ممكن يجبرني على فكرة، يقول لي اعمل لي نموذج جدول كذا بالطريقة الجدولية، مش لازم أروح أستخدم المعالج عشان أعمل الطريقة هذه، أو الطريقة العمودية أو طريقة ورقة البيانات، مع إنه العمودي هو الوضع التلقائي. التالي بدي أسميه، ما العنوان الذي تريده؟ بدي أسميه هنا الفواتير، الفواتير أو الفاتورة. وبعد هيك فتح النموذج إنهاء. لاحظ إيش الفرق. أنا اخترت طريقة عرض جدولية، ظهر عندي جدول اسمه الفواتير، بقول لي انت كل القاعدة البيانات اللي عندك فيها 3 فواتير، واحدة في 23/10 قيمتها 30 للمريض رقم 1، 2 الفاتورة الثانية في 1/10 للمريض رقم 2 قيمتها 50. هذه الطريقة جدولية. طب شو الطريقة العمودية؟ الطريقة العمودية انها تكون زي هيك. لاحظ انه هذه الطريقة عمودية، انه كل سجل اجى في صفحة لحاله، عشان هيك هنا عندي 1 من 7. طلع الفواتير هنا، الفواتير انا عندي 1 2 3 موجودات في نموذج واحد. يعني انا لو قلبت من هنا طلع بس حينقل في نفس الصفحة، اما هين في الطريقة العمودية لو قلبت حيروح يعرض لي كل سجل لحال، انا بعرضهم مرة واحدة في الطريقة الجدولية. اتمنى تكون واضحة.
بدي اسميه الفواتير هي محافظة القائل. ممكن اسكر هذا اسكر هذا. بدي اعمل انا للفيزيت للزيارات بطريقة معالج النماذج، انشاء معالج النماذج، وبدي اجي هنا هختار جدول الفيزيت وبدي اياهم كلهم ضغطة هيك. التالي اعمل عمودي عشان تشوف الفرق، نعمل عمودي، خليه عمود التالي ونسميه هنا الزيارات، ونعمل انهاء. الاسم طبعا انت ملزم، مش ملزم تحط اللي بدك اياه. انهاء، نلاحظ انه هذا الطريقة طريقة العرض العمودية شبيهة تماما باللي عملناهم في اول مرة من انشاء نموذج. يعني صار عندي بس الفواتير هي طريقة عرض جدولية، هذه الطريقة الجدولية وهذه الطريقة العمودية. تمام، انا عندي الزيارات، هذا الزيارة المريض رقم واحد اجاني يوم 23/10 وكانت زيارة عنده صداع بالرأس. كم سجل عندي؟ 3. نضغط، ممكن اجي اسجل انا اقول له اليوم، هاي اليوم اجاني واحد برضو عنده مثلا بفترض انه عنده صداع. وحاجة تانية اللي هو المريض رقم كم، مريض عندي لو فتحنا افتح البيشنت، انا عندي 7 مرضى. فلو اجيت هنا وقلت له في الزيارة هذا المريض رقم 7 اجاني اليوم كذا، مجرد ان ضغطت زي هيك انحفظ على فكرة، طلع لو رجعت هي موجود تمام وتعدل في كل الجداول. بكون هيك عملت الطريقتين، انا بكون انا عملت طريقتين من طرق انشاء النماذج. بضل عندي الجدول البيشنت ميديسين للناس اللي سألوني في المختبر ايش لازميته هذا. انا ما بقدرش، يعني انا اذا بدي اسجل مريض بدي افتح جدول البيشنت، بدي اسجل فاتورة البيل، بدي اسجل الزيارة الفيزيت. طب الميديسين، هذا الميديسين لو فتحته هذا بيسجل لك الادوية بشكل عام، لكن وين انا بسجل انه المريض الفلاني اخذ الدواء الفلاني او رقم كذا؟ بدي افتح الجدول هذا، عشان هيك انا بقول المريض هذا اخذ الدواء هذا بالجرعة كذا. برضه بده نموذج، هذا بدي اعمل جدول البيشنت ميديسين بالطريقة الثالثة من انشاء النماذج. انشاء، بدي اختار نموذج فارغ. طيب هنا حتظهر لي كافة الجداول الموجودة في قاعدة البيانات اللي انا اشتغلت عليها. طيب هنيجي بدي اعمل البيشنت ميديسين، ضغط على الزايد هنا حتظهر لي حقوله. طيب كيف بدنا نقول حقول هنا؟ مجرد ضغطين، هذا مسلسل، ضغطين على البيشنت اي دي، ضغطين على الميديسن اي دي، ضغطين على الدوز، هيظهر بالطريقة هذه. نسكر هذه وصار عندي النموذج بالشكل اللي قدامك هيك. لاحظ انه تلقائي عرف ان انا عندي 6 سجلات. تمام، في عندي 6 سجلات. بدي اشتغل شوية، مثلا هنا مش مبين المريض الدواء، لازم اروح على عرض التصميم بالزر اليمين من هنا او بالزر اليمين من هنا، بروح على عرض التصميم. تعال نوسع هذه شوية، بضغط بس على المريض نفسه ضغطة، شايف هنا في عندي زي نقطة، اول ما يصير السيف زيك اسحبها لبرا شوية. كود الدواء، كود المريض، ممكن انا برضو اوسع اذا بدي، مع انه الامر هذا والتصميم والالوان مش مطالبين فيها. طيب نروح على عرض النموذج، صار شكله زي هيك. مطلوب منك بدل ما هو نموذج واحد نحفظه بالزر اليمين حفظ، هنسميه ادوية المريض. تمام، انا ايش صار عندي هيك؟ صار عندي 5 جداول، كل جدول بدل ما افتحه هفتح النموذج تبعه واسجل من خلاله. طيب السؤال اللي سألنا اليوم فيه انه يعني انا يعني المريض، لا واجاني مريض مثلا بدي اروح افتح له اول شيء اسجله في النموذج هذا، بعدين اروح اسجل الزياره في النموذج هذا، بعدين اسجل له الفاتوره في. طب هذه حاجه يعني ممله. في ممكن احط جدولين مع بعض، اعرض النماذج مع بعض. في طريقه هنا بدي استخدم معالج النماذج. بدنا نفترض انه انا بدي احط المريض، بدي احط اللي هو المريض مع الادويه الخاصه فيه، يظهر النموذجين مع بعض. بدي اروح على طول انشاء، اذا بدي اظهر نماذج جداول مع بعض مرتبطة، كيف انا بدي اعرف المرتبطة؟ من العلاقات بشوف انه مثلا
البيشنت، ممكن اظهر مع البيشنت ميديسين، ممكن اظهر مع الفيزيت، ممكن اظهر مع البيل، لانه مربوطات معه مباشره. فبدي اروح انشئ، بدي اعمل نموذج خاص فيا في بيانات المريض والادويه تبعته. تلقائي حروح على الانشاء، حروح المره على المعالج. ايش هنا حقول له؟ حقول له انا بدي جدول المرضى كل حقوله، وبدي الادويه لادويه المريض لحاله، يعني كل أدوية المريض وين موجودة؟ مش في ميديسين، ميديسين أدوية العيادة كلها. بيشنت ميديسين هي أدوية المريض. الأي دي اللي هو المسلسل بدي أخده لحاله. البيشنت أي دي ليش أخده؟ هو موجود فوق، بسيبني منه، باخد البيشنت ميديسين، الميديسين أي دي آسف، وباخد الجرعة، وبضغط التالي، خليها زي ما هي، مغيرش فيها الحاجة. التالي خليها ورقة بيانات. التالي هنا قال لي النموذج الرئيسي هو بيشنت، ممكن انا اعدل واكتب هنا المريض، وهنا تحت ايش اكتب؟ اكتب الادوية الخاصة بالمريض يعني، واعمل انهاء، شوف شكله كيف صار. تمام، يبقى انا عندي هاي مثلا المريض رقم واحد اللي اسمه اسامة احمد، الادوية الخاصة فيه هو مرة ماخد الدواء رقم واحد. ممكن نظهر اسمه احنا على فكرة، بس بدناش نعقد الأمور. 5 مللي في اليوم، وفي عندي ماخذ مثلا الدواء رقم 4 اللي هو مرتين في اليوم. تعالي نشوف باقي المرضى، لو ضغطنا هنا حلاقي انه المريض رقم 2 ماخذ الدواء رقم 1 3 حبات في اليوم. بالطريقة دي يعني، لو اجيت للمريض رقم 4 هذا بدي اسجل له دواء، بدي اقول له هذا بدي اعطيه الدواء رقم مثلا 6، اذا في عندي دواء 6 اصلا. شوف الميديسين فيه 6، في 6، هاي اللاموكسوكير هذا. فحاجة هنا حسميه، هقول له هذا بدنا نعطيه مثلا، أعطاه الدكتور مرتين باليوم مثلا بدون ما أروح على الجداول هناك. بتمنى تكون واضحة إن شاء الله كيف إنه ندمج نماذج مع بعض. بضل عندي شغلة واحدة في أسئلة الوحدة، نشوف بس السؤال هذا. في أسئلة الوحدة في عندي طلع هين مثلا، قال لك بدك تصمم نماذج، اللي هو النموذج الرئيسي لو إدخال، يعني بدخل مريض دواء زيارة، بدك بس على الزر هذا يفتح لي مثلا النموذج هذا، أضغط على أسماء المرضى يفتح لي جدول المرضى، الأدوية يفتح أسماء الأدوية، الجرعات، الفواتير. كيف أنا ممكن أعمل نموذج بالأزرار؟ بالطريقة التالية، أنا بدي أعمل لكل واحد من هدول، لكل واحد من هدول زر من شاشة رئيسية. حروح على طول، ممكن أسكر أنا هذول كلهم، بأسروش لو ظلوا مفتوحات يعني، إنشاء، بدي أختار تصميم نموذج. أنا بدي أعمل النموذج الرئيسي هنا، هذه بدي أسميها حفظ، بدي أسميه القائمة الرئيسية. موافق. بدي اعمل زر هنا اكبس عليه يفتح لي نموذج الفواتير المريض مثلا. تمام، تسجيل المريض يفتح لي اياه على طول. هنا بدي اروح وين؟ بدي اروح على زر من الادوات الموجودة عندك، من الادوات الموجودة المطلوبة منك فقط من عناصر التحكم انك تعرف الزر كيف يستخدم. ضغط عليه واحدة. تمام، نيجي هنا بدنا نرسم رسم، مجرد اني حاجي هضغط هنا على الماوس بالزر الشمال واعمل بدياب بالعرض هذا. تمام، حيفتح على طول معالج زر القمر. انت ايش بدك تسوي؟ احنا قلنا بدنا نكتب زر هنا، نعمل زر نكبس عليه يفتح تسجيل مريض، فانا بدي افتح النموذج تاع تسجيل مريض. فحروح على طول على عمليات النماذج، بقول لي طبعا انا من الفئه، بدك تعمل عمليات على النماذج على التقاليد اللي بدك اياها. طب في النماذج ايش بدك تعمل؟ تسكر نموذج، تحدث، تطبع. بدي افتح نموذج، انا هختار فتح، اعمل التالي. بقول لي اي نموذج من هدول اللي بدك اياه لو الزر يفتح لك اياه، انا بدي افتح تسجيل مريض التالي. تمام، بدي افتح النموذج التالي. هنا بقول لي بدك تحط على الزر صوره او تكتب نص، بدي اخليها نص، علم هذه واقول من هنا تسجيل مريض، هضغط التالي، وهذه ممكن اخليها زي ما هي او اسميها تسجيل
تسجيل مريض واعمل انهاء. طيب اكبس عليه ما يشتغلش، طبيعي ما يشتغلش. ليش؟ لانك انت في طريقة عرض التصميم. بدي اروح على طريقة عرض النموذج بالزر اليمين كده واعمل عرض النموذج، هذا هو. لو ضغطت تسجيل مريض فتح عندي هذا بيانات المريض اللي عملناه قبل شوية، بقدر استعرضه. طيب بدي اضيف زر تاني نسجل فيه ادوية، بقدرش هنا. وين الازرار ظهرت؟ بتظهرش. ليش بتظهرش؟ لازم اجي بالزر اليمين واعمل عرض تخطيط، عرض تصميم. ظهرت عندي، ايش هسوي؟ قلنا هنجيب الزر كده ضغط عليه ونيجي نرسم راسي. تمام. بدي اعمل عمليات على النماذج، بدي افتح نموذج التالي، بدي افتح لميل للادوية، الادوية تسجيل دواء، التالي التالي هنا تسجيل دواء للعيادة مش للمريض، التالي تسجيل كمان مرة، هذه ممكن أسيبها زي ما هي بس أنا بحب أسميهم يعني تسجيل دواء إنهاء. طيب هيشتغل؟ لا طبعا. هروح من هنا بالزر اليمين عرض النموذج، لو ضغطنا على تسجيل الدواء هيفتح جدول الدواء، لو ضغطنا على زر تسجيل مريض هيفتح جدول المرضى. هو الطبيعي، الطبيعي إنه المفروض في عندي هنا زر كده برجعني على الصفحة الرئيسية، صح ولا لا؟ أنا بدي أعمله كيف؟ بدي أرجع تسجيل المرضى بالزر اليمين عرض تصميم. تمام. تعال نيجي هنا نضيف زر، نضيف زر هاي كبسة هين، ونيجي نعمل هنا مثلا بدي أكتب عليه رجوع أو القائمة الرئيسية، برضه نموذج. أنا بدي أفتح النموذج الرئيسي، بدي أفتح النموذج، بعمل التالي القائمة الرئيسية اسم النموذج هذا اللي بدي ارجع له. تمام. التالي ممكن هنا اكتب انا رجوع او القائمة الرئيسية اللي بدك اياها، التالي خليها زي ما هي انهاء. تعال نشوفه بالزر اليمين عرض نموذج. طيب هنا لو ضغطت رجوع وجابني على هذه، لو ضغطت على تسجيل مريض هيفتح لي بيانات المريض. تمام. النموذجين كيف اتنقل بينهم؟ هاي رجوع القائمة الرئيسية. انت ممكن تضيف هنا ازرار لباقي النماذج اللي بدك تفتحها، ممكن يكون عندي اكتر من قائمة. اخر نقطة بنشرحها اليوم انه انا كيف استخدم الازرار لغير فتح النماذج. تعال نشوف النموذج اللي احنا عملناه اللي ببين المريض والادوية الخاصة فيه. بدك تنتبه انه انا ظهر عندي نموذج اسمه المريض هيو هنا، وفي عند الأدوية خاصة موجودة في نموذج لحاله ضافها. طيب النقطة اللي بدي أحكيها إنه أنا لو بدي أضيف مريض جديد، لو بدي أسجل مريض جديد وأسجل له أدوية، أنا عندي مثلا 7 مرضى للسجل الرئيسي هذا، بدي أضيف واحد جديد مضطر أمشي 2 3 4، يعني مضطر أروح لعين السابع. الحين ممكن أضيف واحد جديد، يعني مشيت 7 مرات. طب أنا هذا لفرضا عندي 100 مريض، بدي أروح أمشي 100 مرة؟ لا، أنا في عندي ممكن أضيف زر واقول له جديد على طول يروح له يفتح لي سجل جديد. ممكن كمان الزر يعمل عملية حفظ الأزرار، ممكن تحذف الأزرار، ممكن تتنقل بين السجلات. كيف احنا ممكن نعمل الطريقة هذه؟ بدي اجي بالزر اليمين او نيجي من هنا بالزر اليمين ونعمل عرض تصميم. بدي اضيف انا زر يعمل لي سجل لي بيانات جديد، اول ما ضغط عليه بدي اضيف سجل جديد ولا حاجة، بدي اروح على الزر هيك واجي في المنطقة هذه اعلم كده وارفع ايدي، هشتغل المعالج. انا وش بدي اقول له؟ بدي اقول له بديش اعمل تنقل بين السجلات، انا بدي اعمل عملية على السجلات. يعني احنا قلنا السطر اسمه سجل، التنقل هذا عشان اروح من السجل التالي السابق زي الزرار اللي تحت بالضبط، الاول الاخير اللي بدك اياه. نروح على عمليات السجلات، في عندك بدك تعمل اضافة سجل، حذف سجل، حفظ، طباعة، تكرار. انا بدي اعمل ايش؟ بدي الزر يفتح لي سجل جديد، فهختار اضافة، عمل التالي، هنا هقول له إضافة مريض مثلا أو جديد نسميها مريض، إضافة مريض، وهضغط التالي وهضغط إنهاء. تعال نشوف نشغله بالزر اليمين عرض نموذج. تمام. أنا إيش في عندي؟ إضافة مريض، أنا من واحد، أنا في السجل الأول من 7 سجلات، لو ضغطت إضافة مريض هلاقيه فتح لي واحد جديد مباشرة.
تمام، اقدر اسجل هنا اي مريض بدي اياه، واسجل عنوان واسجل الهاتف اللي بدي اياه. طيب انا ممكن اعمل العكس، اعمل حذف مريض برضه بالزر اليمين، عرض تصميم، نضيف زر جديد هنا، بدي اقول له ايش، بدي اختار الحجم اللي بدي اياه، بدي اعمل عملية على السجلات، بقول له بدي احذف سجل، بدي اضغط التالي، هنا بدي اكتب حذف، حذف التالي، وهي انهاء. تعال نجربه بالزر اليمين، نجرب هنا بالزر اليمين عرض نموذج. طيب أسامة أحمد، خلينا نعمل إضافة مريض. بدي أفترض إن أنا ضفت مريض كتبته مثلا بالشكل هذا غلط، أنا طبعا هضيف العنوان كذا. أجيت رقم، سجلت رقم الهاتف أي رقم. طيب أنا عشان أحفظه ما عملتش زر حفظ، ممكن أحفظه أمشي على السجل من هنا يعمل حفظ. خليني أعمل حفظ، بضغط هنا حفظه، إيش الدليل إنه حفظه؟ أعمل رجوع هتلاقيه موجود. ما بدي احذفه، مجرد حضرت على حذف، هي حذفه مع انه لازم يجيب لي رسالة. هيو انت متأكد؟ نعم خلاص. تعال نشوفه موجود، مش هنلاقيه موجود. لاحظت المشكلة اللي ظهرت عندي، انا نسيت اعمل زر حفظ سجل بعد ما اضيفه، ولا حاجة، بنعمل زر جديد. بدي اروح وين؟ بالزر اليمين كده، اسهل طريقة، عرض التصميم، وبدي اروح اضيف زر جديد هنا مثلا، وأسميه للحفظ، عملية على السجل. أنا بدي أعمل عملية حفظ التالي، حفظ عليه، حفظ التالي، إنهاء. نشوفه بالزر اليمين، عرض نموذج. تعال نضيف مريض، نضيفه كمان مرة، نضيف عنوان، نضيف تلفون. مش مضطر أنزل تحت عشان أعمل حفظ، لو عملت حفظ زي هيك خلاص حفظه، حفظه. تعال نتفرج نشوفه موجود ولا لا. هاي موجود، ممكن اعمل له حذف. طبعا هتجيني الرسالة بقول له ايش، نعم. طيب انا بدل ما كل مرة عشان اتنقل بين السجلات ممكن انزل تحت، لا انا ممكن اعمل السابق والتالي جنب بعض، يعني احط هنا زرين، السجل السابق والسجل التالي. نفس الطريقة، عرض تصميم، زر هنا، نفتح الزر ونعمل هنا ايش مثلا، بدي انا ايش اعمل، بديش اعمل عمليات على السجلات، بدي اعمل تنقل بين السجلات. فانا ممكن اقول له السجل التالي، التالي، واخليها النص مثلا، او اذا بدي اخلي الصورة ممكن نخلي الصورة هي التالي، وهي انهاء. تمام، ناخدها لفوق شوية، ناخدها لفوق شوية، هذا هيجيب لي السجل التالي. هات نجيبه لهنا، هات نعمل السابق بالمرة كمان واحد، نيجي نرسمه في المنطقة هذه برضو تنقل، بدي أقول له السجل السابق التالي، التالي خليها صورة مش مشكلة، التالي انهاء. تعال نشغل ونتفرج الشغل كيف صار. عرض النموذج، هذا السابق، السابق، تمام، بتفرج بالطريقة هذه. نيجي هيك صرت انا بدل ما اشتغل من تحت ممكن اعمل ازرار، الازرار كمان ايش ممكن يكون فيها، نضغط زر هنا، في عند الازرار بعمل تنقل من السجلات، عمليات على السجلات، عمليات على النماذج شفناها، فتح نموذج، في اغلاق نموذج، تحديث، في على التقارير لسه ما خدناهاش، في على التطبيق لو عملنا بدنا نعمل انهاء، التالي خليها صورة، التالي انهاء. ايش تتوقع ايش حيصير لو انا ضغطت عليه؟ انا عملت انهاء تطبيق، تعال نضغط عليه نشغله ونشوف. عرض نموذج، لو ضغطت عليه ضغطة واحدة ايش حيسوي؟ هي نعم، حيسكر كل البرنامج كده، وكون خلصت النماذج والازرار عليها.